طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هيكون اخر لقاء في الكورس ده، الكورس اللي بداناه في اول الصيف اللي فات، يعني بقى لنا تقريبا 8 شهور، اللي هو الثيرابيوتكس. وزي ما قلت لكم قبل كده، انا اتعمدت ان انا اسميه ثيرابيوتكس عشان نركز على الهيلث كير، بعد ما الناس طبعا كانت مركزه على المعلومات السايكو فارماكولوجي والنيورو ساينس والريسبتورز. النهارده هنختم الكتاب بالكلام عن المود ستابلايزرز. الجزء الثاني فيها اتكلمنا عن الليثيوم، وزي ما قلت لكم قبل كده وهأكد في الاخر ان شاء الله، اللي كان الهدف من الكورس ده الطريقه مش المعلومات. احنا مش بنقول كل المعلومات اللي مكتوبه في الكتاب ولا اي حد من زمايلي قالها، ولو انت منتظر حد يقولها لك للاسف يعني ده مش حقيقي، هتحتاج انت تعرفها، ولكن تعلم الطريقه اللي انت ازاي تدور على المعلومه وتجيبها بطريقه منظمه وبطريقه بروفيشنال. النهارده هنكمل مود ستابلايزر، احنا اتكلمنا عن الليثيوم، هنتكلم على الثلاثه التانيين مود ستابلايزر اللي هم الفالبرويت واللاموتريجين والكاربامازيبين. وده مصطلح المود ستابلايزر اللي بتعتبره الـ WHO، اللي هم الاربعه دول فقط في كل الكتب بتاعتها بما فيه الام اتش جاب زي ما عم باين النهارده. وده اللي عليه ادله كتير ان دي ادويه ريلابس بريفنتنج، وادويه يعني بروفيلاكتيك، وادويه يعني ديزيز موديفاينج او كورس موديفاير. وعشان كده احنا قلنا كلمه مود ستابلايزر كلمه ماركتنج اكتر منها كلمه علميه، لكن المقصود بيها اللي ريلابس بريفنتنج. تمام، معايا طبعا الدكتوره شيماء وهي استشاري في الطب النفسي، هنسمع النهارده الجزء الثاني مود ستابلايزر. اتفضل يا دكتوره. شكرا جدا لحضرتك. النهارده يا جماعه هنكمل مود ستابلايزر، وهنتكلم عن الانتي كونفولزون. احنا في الاول لو جينا نشوف الجينيريك بتاعتها والمفترض يعني اللي متوفر كحقن كان الديباكيد خلاص، لكن الباقي بيبقى ده، وحتى هو بيبقى فيه بقى السسبنشن اورال سسبنشن، بيبقى فيه تابلت ديليد ريليز او ميديت ريليز، كل ده هندوس عليه. طب لو جينا نشوف بقى الانديكيشن بتاعته، بلاقي اولا في البايبولر 1 سواء كان اكيوت مانيا او اكيوت ديبريشن او مينتنانس، في الاكيوت مانيا بلاقي الفالبرويت كفيرست لاين، وده ايفيدنس بيست، بيستخدم كمونوثيرابي او ككومو او كوموربيد او يعني كومباينيشن مع دواء تاني، وبيستخدم برضه في حالات الكورتيكوسترويدز انديوسد مانيا. اللاموتريجين مفيش داتا ريكومند بتقول يعني ان هو ريكومند. بالنسبه لل الكاربميزابين او التجريتول، وفي ايفيدنس بيز ان هو سكند لاين بس ككومباينيشن. بالنسبه للاكيوت باي بولر 1 ديبريشن، اللاموتريجين فيرست لاين، في الفالبرويت سكند لاين، سكند لاين. بالنسبه للكاربميزابين مفترض بيقولوا ان هو ثيرد لاين بس مش مؤكد. طيب هنا نقول حته عشان ما تتلخبطوش قبل ما ندخل، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت في الليثيوم وخلصناه وعرفنا الليثيوم فيرست لاين في حاجات من دول كتير. هفكركم بس بنقطتين عشان هتتلخبطوا دلوقتي، ان البايبولر ديس اوردر ليه ثلاثه فيزز في علاجه، في الاكيوت مانيا، في الاكيوت ديبريشن، في المينتنس. تمام، فمش كل دواء ينفع في كل حاجه، فدي اول نقطه بيختلف فيها الكلينيكال ميديسن عن الاكاديميك ميديسن. الاكاديميك ميديسن بيحب يخمن دايما ان الحاجه اللي استخدمت في الاكيوت يكمل بيها، لكن ده غير حقيقي. في حاجات كتير بتنفع في الاكيوت وما تنفعش في المينتنس، زي على سبيل المثال الهالوبريدول. الهالوبريدول لغايه النهارده في جايد لاينز كتيره بما في الجايد لاين بتاعت النايس اللي نزلت الشهر ده وحطت على الفالبرويت، حط الهالوبريدول على انه فيرست لاين تريتمنت في الاكيوت مانيا، ولكن بلا شك هو مش مينتنس تريتمنت، هو اكيوت بس تريتمنت. ففي ثلاث مراحل في علاج البايبولر، مرحله اكيوت وتحددها هي ديبريشن او مانيا، ومرحله مينتنس. فهنا الانتي ديبريسنت الانتي كونفالسنت انا اسف بيختلفوا هو بينفعوا في ايه، وهنا يجي الخلاف في تعريف المود ستابلايزر. فيها اراء كتير، الراي يعني اللي عليه ايفيدنس ومحترم هو ان الدواء اللي يقدر يشتغل في مرحلتين من الثلاثه دول، الدواء اللي يقدر يشتغل في مرحلتين من الثلاثه دول اسمه مود ستابلايزر. ما عندناش غير دواء وحيد بيعرف يشتغل في الثلاثه، وهو طبعا الليثيوم. الليثيوم يعرف يشتغل اكيوت مانيا، اكيوت ديبريشن، مينتنس. لكن كل الادويه الثانيه هتختار اثنين من الثلاثه دول. فمثلا لو جينا الكاربامازيبين هتختار اثنين، واللي هو الدكتوره شيماء قالتهم، هيبقى الاكيوت مانيا والمينتنس بتاع المانيا بس طبعا سكند لاين. اللاموتريجين هيبقى الاكيوت ديبريشن والمينتنس بتاعه بس طبعا، في حتى في الاكيوت ديبريشن لازم يبقى اد اون، عشان طبعا انتوا عارفين هو فيري سلولي اكتنج، لان طبعا عايز تايتريشن وعايز شهور. الفالبرويت نفس الشيء، هيبقى الاكيوت مانيا والمينتنس بتاعه، وفي كلام عليه في الاكيوت ديبريشن. فيعني لو في دواء بيقرب من الليثيوم في الكفاءه بتاعته هيبقى طبعا هو الفالبرويت. ادي اول نقطه. تاني نقطه المسمى نفسه. المسمى هنا الكتاب بيسميها انتي كونفالسانت، في كتب تانية بيسميها انتي ابليبتيك، وحاليا الاسم المستخدم اكتر في اغلب الجايد لاينز واغلب الحاجات الانتي سيجر، بيسموها انتي سيجر ميديكيشن.
وهنا يجي برضك احد الفروقات بين الطب التخميني والاكاديمي وبين الطب الكلينيكال. الطب التخميني الاكاديمي هيبقى عنده كل الانتي سيجر ينفع مود ستابلايزر، لان هم بيستسهلوا كله خلاص كله، اديني بقى ترايليبتال، اديني ايبانوتين، اديني ليفيتارستم، اي حاجه وينفع. وطبعا الكتاب ده نوعا ما حاول يقارن بعض الانتي سيجر او الانتي ايبليبتيك التانيين بالثلاثه اللي هم معتمدين على انه مود ستابلايزر، وزي ما هتشوف مفيش ايفيدنس كتير. فمثلا على سبيل المثال مثلا اوكس كاربازيبين اللي هو الترايليبتال، وهو انالوج للكاربامازيبين، انالوج يعني مشابه كيميائي ليه، لكن هو مش مشتق منه. طبعا ما ثبتش ليه اي رول للمود ستابلايزر لانه ما عرفش ياخد اتنين من اللي احنا قلناه، ممكن ياخد واحده زي هنا وهو كاتب في الاكيوت مينيا وحاطط علامه بلس ماينس اللي هي ميكسد ايفيدنس، لكن ما عرفش ياخد حاجه في المينتنس وما عرفش ياخد حاجه في الدبريشن، فبالتالي هو مش مود ستابلايزر. نفس الشيء هيتقال على الليفيتيراستام، نفس الشيء هيتقال على التوبيراميد، نفس الشيء هيتقال على الجابابنتين، فما فيش دواء من دول قدر يوصل اللي هو مود ستابلايزر. وهنا ده درس وكان احد دروس الكورس ده، ان بطل تخمين، مش كل الانتي سايكوتيك انتي مانيك ومش كل الانتي سيجر انتي مانيك، لازم نشوف ايه اللي ثبت عليه الدليل. الموضوع مش بالتخمين ولا بالموليكولر ستراكشر ولا بالميميكري ولا بالريسبتورز، والا كان الكاربامازيبين زي بقى كانت بقى زي الاوكس كاربازيبين، لكن هم غير بعض تمام. تمام، اتفضلي. شكرا. في المينتنس زي ما الدكتور احمد قال، البالبرويت بيستخدم كفيرست لاين، تيجريتول ايفيدنس بيز في السكند لاين، برضه اللاموتروجين ممكن يستخدم كايفيدنس بيز برضه فيرست لاين في حبه، بس حته ان هو يمنع المانيا او يمنع ان ابزود المانيا تحصل دي ليميتد داتا. طيب معلش ده، بل للاسف في بعض الحالات متسجله اللي حصل مينيا مع اللاموتروجين. بالنسبه للبايبولر 2 كاكيوت وكمينتنس، كاكيوت ما فيش اي داتا بتقول ان الانتي كونفالسنت دراج افكت ليها افيكاسي في النقطه دي، لكن كمينتنس اللاموتروجين بيستخدم كفيرست لاين، البالبرويت والكاربميزابين كثيرد لاين. وعندنا طبعا الرابيد سايكلينج، بلاقي اللاموتروجين في بوزيتيف داتا بالنسبه للبايبولر 2، لكن بالنسبه للبايبولر 1 ما فيش داتا تثبت الموضوع ده او نيجاتيف داتا. يعني الكاربميزابين المفترض برضو الداتا بتاعته ليميتد. عشان ما تلخبطوش، عندنا الليثيوم مؤكد لو اشتغل في الرابيد سايكل. الكلام القديم وده هتسمعوه في محاضرات كتير ان الليثيوم ما ينفعش في الرابيد سايكل، الكلام ده خطا وثبت خطا وبادله كتير جدا، الليثيوم بيشتغل في الرابيد سايكل. بالنسبة لنقطة تانية اللي هنتكلم عنها بقى هي الرابيد سايكلون، قلناها المايجرين. المايجرين بلاقي ان في عندي ايفيدنس بيز بالنسبة للبالبرويت والتوبراميد كابروفلكسس. الحاجات دي غالبا مش انتوا اللي هتخصصوها، يعني بحد تاني. طب طبعا هتستفيدوا بالمعلومة دي اللي انت لما المريض عنده كوموربيديتي. طب بالنسبة للدراج ديبندنس او الادكشن، تاني استخدام مهم للادوية دي هو الأدوية دي هي عمودك الأدكشن. أول حاجة الكاربميزابين وده هيلبفول في حتة الويزرول بتاع الكحول وبتاع سيداتيف، ولكن بالنسبة للكوكايين في نيجاتيف داتا. أي ويزرول سيجر الفيرست لاين بتاعها هو الكاربميزابين، وزي كل الديتوكسات المحترمة زمان، كان زمان كده كانت التجريتول موجود فيها كلها. دلوقتي طبعا تعرفين مع التحديث واللي الناس ماشية تبع الماركتنج كلهم بيستخدموا الترايليبتال، وده شيء خطأ طبعا، ان هم مش بينفذوا العلم، هم ماشوا مع الماركتنج، لو الناس تكتب ترايلي بتراح كله كده ترايلي. لكن زمان كان كده وقت ما كنت بشتغل في ديتوكسات وكده، وبالذات الديتوكسات الاقتصاديه اللي هي بتوفر على الناس فلوس، كان كله بيكتب تجريتول لان هو اللي موجود في الجايد لاين. بالنسبه للتوبراميد بيستخدم في الكحول، سواء كان البنج ايتنج او البنج درينكينج في الكحول يوز ديس اوردر. كمان اللي دي عليها جايد لاينز كتيره ان التوبيراميد لو ليه استخدام عندنا في السايكاتري، اللي فعلا التوبيراميد ملوش استخدام في السايكاتري هو الحته دي البنج درينك، وروحوا اعرفوا يعني ايه بنج درينك. ماشي. كمان بيستخدم في السموكينج سيشن او ان انا اوقف السموكينج بالنسبه للالكوحول يوزرز. كمان بحته الكوكايين بيزود الابستيننس، بس ما هوش افكتيف لو المريض الكوكايين ده ماشي الفتره ديت على الميثادون تريتمنت. طيب المعلومه دي هتفيدك اللي انت ممكن تستخدمه مع الحشيش وممكن تستخدمه مع الاستيمولانت، لان هو عليه يعني معلومات في المرضى دول بس بطريقه محدوده جدا، كيسز بقى وكده. بالنسبه للاموتروجين والفالبرويت بيستخدم في الالكوهول ويزدرول، بس دي كلها اوبن ترايلز. بالنسبه للجابابنتين هو بيستخدم كمونو ثيرابي في يعني اوبن ترايلز. عديها. نعم. لا عادي راندمايز بس اوبن، يعني المريض عارف هو بياخد ايه والدكتور عارف هو بياخد ايه، خد الدواء الجديد فالبلاسيبو افكت بتاعه بيتنفخ بيعلى جامد.
تمام. بالنسبة لي الجابابنتين بيستخدم في الالكوهول يوز ديز اوردر كمونو ثيرابي وكادجفنت في ويز درول بتاع الالكوهول وبتاع الاوبيويد، بس المشكلة ان هو في الاوبيويد ادكشن ممكن يحصل له ابيوز. طبعا طبعا الجابابنتين والبريجابالين الاثنين فيهم ابيوز بوتنشال وما لهمش رول قوي في حته الادكشن. الرول الاساسي بتاعهم زي ما هو كاتب هنا في ريسس ليك سندروم، وممكن في الويذرول سيجر، ممكن لو انت في مكان ما فيهوش غير الادويه دي اشتغل بيها. بالنسبه للموفمنت ديز اوردر بلاقي ان التوبراميت بيستعملوه في الاسينشال تريمورز، الكاربامازيبين في الديستونيك ديز اوردرز الموجوده في تشيلدرن، بيقولوا كمان في الكاتاتونيا. دي مهمه لان دي موجوده في جايد لاينز كتير. الكاربامازيبين موجود في الجايد لاينز اللي نزلت في الكاتاتونيا، وموجود في الجايد لاينز بتاعت الاطفال سواء الاي دي اتش دي او الكاتاتونيا، وموجود فعلا في الجايد لاينز بتاعت الابنورمال موفمنت. فاستخدام الكاربامازيبين لازم الناس تتعلمه. انا عارف ان انتم من الجيل اللي بيكره التجريتول، وهو اتربيته كده اللي هو دواء قديم وبيعمل دراج انتراكشن واحنا ما بنعرفش نستخدمه، وطبعا اتقدم لكم لان الترايل بتاعي هو الدواء السيفر للكاربامازيبين. ده كلام طبعا غير حقيقي وكلام مش علمي، ولا هو سيفر ولا نيله، وطبعا هو مش افيشنت. فانت لازم تتعلم ازاي تستخدم التجريتول لانه دواء افيشنت ومؤكد في جايد لاينز كتير. تكمل يا ماشي. بالنسبه للبيهيفيرال ديستربنس سواء كان برين دامج او كوندكت ديز اوردر او اكسبلوزيف ديز اوردر او ديفلوبمنتال ديلي، بلاقي الكاربامازيبين يا اما يستخدم لوحده او ككومباينيشن مع الليثيوم او مع البيتا بلوكر او مع الانتي سايكوتيك. شايفين الافشنسي بتاع الكاربامازيبين ماشي ازاي؟ يعني الجدول ده لو جبتوه بالطول هتلاقي الكاربامازيبين طول مهمه جدا، فكونك اللي انت تخسره عشان ما بتعرفش تستخدمه دي مشكلتك. تمام. بقيه الانتي كونفولزنت مالهاش رول في النقطه دي. لو جينا نتكلم بقى هنا عن حته البريدكتور ان هو الجزء الجود ريسبونس وبيبقى امتى ليس ريسبونس، بالنسبه للكاربامازيبين بلاقي ان في جود ريسبونس في المانيا سواء كانت اللي هي بتبقى سكندري وما هياش كلاسيك مانيا، في لو في ديسفوريك مانيا لو في فاميلي هيستوري اوف المود ديز اوردر خلاص، وكمان لو الايرلي ايج اوف اونست او لو البيشنت عنده نيورولوجيكال ابنورماليتيز بيبقى ليس ريسبونس لو المانيا دي كانت سيفير خلاص او لو كان في رابيد سايكلينج. الفالبل ويت بيبقى جود ريسبونس لو المانيا بتاعتنا دي بيور او ميكسد او ديسفوريك او لو في رابيد سايكلينج ديز اوردر او لو بس بخلي بالي هو بيستعمل في الادولسنت، بس بخلي بالي من حته ان هو في الفيميل بيأثر على المنستريشن بتاعتها. طبعا هيجي الكلام على الفيميل، وطبعا السنه دي في مطلع السنه في يو كي طبعا حصل قرار غريب من ان اتش اس هناك اللي هي قيدت استخدام الفالبرويت تحت سن 55 سنه بكل الامراض ان لازم اثنين دكاتره يمضوا عليه، وطبعا ده هيخلق مشكله جامده قوي. فانت لو من الدكاتره اللي ناوي تروح يو كي او هتسافر يو كي فدي هتقابلك المشكله الضخمه دي، ان انت لازم اثنين سبيشالست يمضوا لان المريض ده محتاج فالبرويت في اي استخدام، سواء كان ميجرين سواء كان ابليبسي سواء كان باي بولر سواء كان ادكشن. طبعا دي مشكله جامده، طبعا بلا شك ان القرار ده مش دريفن بالعلم، اكيد القرار ده وراه يعني حركه اقتصاديه وبريشر وحاجات، لان ما حدش يقول كده لان في الجايد لاينز كلها الفالبرويت هو دواء فيرست لاين في حاجات كتير. تمام. فحاليا من السنه دي اهو من اول السنه دي في شهر واحد بقى في ريستريكشن جامد جدا على وصف الفالبرويت في يو كي، وللاسف كل الجايد لاينز هناك استجابت لده بسرعه. يعني النايس راحت معدله الجايد لاينز بتاعتها، وحتى جمعيات النيورو هناك الاي بي ان وكده راحت معدله على طول الجايد لاينز بتاعتها، وخلت في ريستريكشن جامد على الوصف بتاع الفالبرويت ان لازم اتنين دكاتره يوافقوا على ان الفالبرويت ده يتعطى للراجل ده ويقولوا ان هو مالوش بديل. يعني حتى كمان بقاش الموضوع مع الفيميل بس. تمام. بيبقى الليس ريسبونس لو في سيفير مانيا او كوموربيد بيرسوناليتي ديز اوردر او بريفيوس تريتمنت بانتي ديبريسنت او بستيمولانت. هو ريكومندد لو في كوموربيديتي بسبستانس يوز او هيت تروما، لو المود اريتابل او ديسفوريك، او لو في مالتيبل برير ابيزودز. بالنسبه للاموتريجين هو فيرست لاين في الباي بولر ديبريشن سواء كان اكيوت او مينتنس، لان هما بيعتبروا بس في الاكيوت هنبقى واخدين بالنا ان انت تبتدي وتصبر شويه، يعني هتكون بتدعمه بحاجه ثانيه، هتدعمه بالانتي سايكوتكس اللي قلناها اللي بتنفع في الباي بولر ديبريشن. والانتي سايكوتكس اللي بتنفع في الباي بولر ديبريشن اهمهم ثلاثه احنا قلناهم، ريسبريدون كوتابين اريبيبرازول، او في الجداد هيبقى اهم واحد فيهم اللوراسيدون. الباقيين كلهم ما لهمش معلومات قويه يعني. هو ما بيقولوا سجستد ان هو ليه انتي ديبريسنت افكت، بس هو ما بيعملش سويتشنج ان هو يقلب لي الديبريشن بمانيا خلاص. بس للاسف في حالات متسجله كده، هو يمكن المؤلف مش مؤمن بيها. انا شخصيا شفت حاله واحده، انا شفت حاله واحده كده، كانت واحده ست كانت ميدل ايدج وستيبل على متريجين بقالها كتير، ومره واحده وهي عليه راحت قلبه في مانيك ابسود.
فده حصل. بس يعني كيس ريبورت، بس تعرفين كيس ريبورت ما تقدرش تعرف العلاقه اللي جوه ايه، ممكن يكون كان في كونفاوندنج تاني او في حاجه تانيه. يعني مثلا الست اللي انا بحكي لكم عنها دي كانت بريست كانسر، كانت بتاخد كيموثيرابي، ففي كونفاوندنج، في حاجه قلبتها تمام، فاضطرينا نوقف اللاموتريجين ودخلنا على الليثيوم. طب لو جينا نتكلم بقى عن الادفيرز افكت، بلاقي صحيح كجنرال او ككومون بيحصل فيه كله، بلاقي ان في الجي اي تي بقى سواء في النوزيا وخصوصا مع البالبروت اسيد اللي هو بيستخدم ليكويد خلاص، فبعمل بقى مانجمنت هنا بدي مع الفود، بغير الانتريكودت بايكوت في الموتين كلام من. لا الدراج ليبل بتاع الفالبرويت كاتب اللي هو لازم يتشرب بعد جود كالوريك انتيك، يعني مثلا بننصح الناس مع كوبايه لبن زبادي حاجه، لان الفالبرويت بصراحه التولرنس بتاعه صعب جدا، وناس كتير فعلا بتشتكي من جي اي ابسيت. يعني الفالبرويت احد مشاكله الاساسيه التولرنس بصراحه، ناس كتير ما بتستحملوش. بعد كده بيبقى فيه دوز ريليتد بالنسبه ليهم كلهم، ان بيبقى فيه ليثارجي، سيديشن، بيهيفيرال تشينج، ديتيريوريشن يعني او بيهيفيرال ديتيريوريشن، ريفرسبل انكيفالوباثي. بيقولوا ان الكوجنيتيف افكت ده مور برومينتنت مع دراج انيشيشن، وبيبدا يقل لما بقلل ايه او لما بخلي الجرعه بتزيد بطريقه اقل. كل الادويه دي بتحتاج تايتريشن، يعني كل الانتي سيجر بيحتاجوا تايتريشن، تايتريشن هتطلع بالراحه، وطبعا يحتاجوا تيبرنج لو انت خدت، فدي مش من الادويه اللي فيها لودنج. وان كان اللودنج بتاع الفالبرويت معروف في الابيليبسي وموجود في بعض الجايد لاينز لو حد اشتغل نيورو، ولكن اللودنج بتاعه في الاكيوت مانيا محدود قوي، عليك السيريز اللي انت تعمل له لودنج في اول يوم 20 مللي جرام بير كي جي، وتروح مديهم كلهم مثلا على ثلاث جرعات ولا حاجه، او تديهم اي في. في كيسز منشوره على كده، بس ده مش الستاندرد اوف كير اللي احنا نعلمه لكم، اللي انت تعمل لودنج فالبرويت في اول يوم، ما حدش يعمل كده. بالنسبه للفالبرويت ممكن لو حصل مع المريض حصل له صدن تشينج في الكوجنيشن او في الكونشسنس، بخلي بالي ان ايه لازم اشوف السيرم امونيا بتاعه. امونيا طبعا مهمه، لان في ناس عندهم الميتابوليك ايرور بتاع الديفيشنسي بتاع الانزيمز بتاعت الامونيا سايكل، اول ما يلمسهم الفالبرويت يحصل لهم هايبر امونياكال انكفالوباثي ويخشوا في سيجر. انا حصلت معايا مره مريض كان على الفالبرويت وحصل له سيجر، استيل الامونيا لقيتها 400 وشويه، دخلناه طبعا الاي سي يو، قعد فيها حوالي 6 ساعات او كده، وبعد كده فك. وطبعا كان على السيستم هناك في حاجه اسمها دراج اليرت، حطينا دراج اليرت اللي هو سنسيتيف للفالبرويت، وبعدها بقى مشيناه على حاجات تانية. يبقى في كمان تريمور، والتريمورز دي بتبقى ريثميك وبتبقى رابيد وسيمتريكال ومور بروميننت بتبقى في الابر اكستريميتيز، فبخلي بالي بقى ممكن ان انا اقلل الدوز، ممكن ان انا استعمل اضيف بروبرانولول. خلاص بالنسبه للويت هيحصل ممكن يبقى في ويت جين معاهم ما عدا عن التوبراميت واللاموتروجين من ديجيت مثلا تشنج في الابيتايت، بيبقى مور كومون في الفيميل، وممكن يبقى اسوشيتد بحاجات زي الانسولين ريزيستنت يعني او سيمتوم من الانسولين ريزيستنت، من الامبيرد جلوكوز تولرانس، من الهايبر انسولينيميا، ومن الهايبر ليبيديميا. بس احد مزايا الكربامازيبين اللي هو نوعا ما ويت نيوترال، يعني ما شفناش مشاكل منه في الويت كتير، ولذلك الكربامازيبين مفضل دايما في الفيميل زي. طيب المفترض ان انا في الحاله دي ممكن اضيف الميتافورمين. طيب الميتافورمين طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، واللي هو موجود في جايد لاينز كتيره، بيتعطى من جرعه حوالي 1000 ل 2000 لمده 4 شهور. بالنسبه بقى للمنسترال ديستربنس المفترض ان هو بيبقى اما يحصلها برولونجد او امينوريا او بوليسيستيك اوفري والفيتيك تستوستيرين، بيبقى هاي الريسك اكتر بيبقى في الفيميل، واللي هم بياخدوا الفالبرويت بقى لهم بيفور الايج اوف 20 يعني قبل سن ال 20 سنه. طبعا البعبع بتاع الفالبرويت مع الفيميلز هو البي سي او. حد عارف يعني ايه بي سي او؟ اقعدي بقى استريح يا دكتور. ما شاء الله رجعنا تاني للقواميس الطبيه بتاعتكم. عايز حد يفهمني يعني ايه بي سي او؟ انا عارف انا عارف القاموس بيقول لي بوليسيستيك اوفري فاهم، بس يعني ايه بي سي او؟ ايه الريسك فاكتورز بتاعتها؟ سيبك من الفالبرويت، الويت طبعا، فاميليال، وطبعا الانسولين ريزيستنس. تمام، فده البعبع بتاع الفالبرويت ان هو بيساهم في تكوين البي سي او، بيزودها، بيزود البي سي او، والبي سي او ده طبعا موجود على سبيكترم، ممكن يبقى فيري مايلد، في جريدز، في جريد 1، في جريد 2، واللي بيحدد الكلام ده كثره النساء. فالبي سي او هي تعتبر سندروم، السندروم بتاعت الانفرتيليتي، يعني سندروم، السندروم بتاع الانفرتيليتي، فهي كمان لو انت عامل هايبر بروكتينيميا وبي سي او تبقى انت كده يعني قضيت على الست دي.
يعني لو انت مدي انتي سايكوتيك مش برولاكتين سبيرنج وكمان مدي دواء بيان بي سي او يبقى احنا قضينا عليها. وعشان كده دايما انا بقول الشغل مع الستات البايبولر صعب جدا جدا جدا. ولذلك انت ما تهزرش مع الناس واللي هم مثلا عشان مش عاجبهم التجريتول تسيبه وتجري. ما عنديش ادويه. اجيب لكم ادويه منين؟ لما تكون في واحده فيميل عندها بايبولر اجيب لكم ادويه منين؟ هنجيب ادويه منين؟ ما ده بيعمل هايبربلاكتينيا وده بيعمل ويت جين وده بيعمل بي سي او، هجيب ادويه منين؟ فمن اصعب المواقف اللي هتقابلك في البراكتس اللي انت تعالج فيميل بايبولر، ده شيء صعب جدا جدا جدا. لان هي يانج ادلت باي ديفينيشن، المرض بيجي في يانج ادلت فيرتايل باي ديفينيشن، واغلب الادويه باستخدام في البايبولر بتضرب فيرتيليتي بطريقه او باخرى، يا اما بالبروكتينيميا يا اما بالبي سي او يا اما بالويت جين، والويت جين يجيب لك بي سي او. فلازم تبقوا واخدين بالكم من الموضوع ده. فمشكله فيبريت البي سي او، المشكله الثانيه اللي هو تراتوجين. وخدوا بالكم انا بقول تراتوجين مش تراتوجينيك افكت، هو تراتوجين. يعني لما بيجي يضربوا مثال في الطب عن التراتوجين ما بيلاقوش غير الفالبرويت، فالفالبرويت تراتوجين. وفي كل العالم العلبه بتاعته عليها خط احمر، حتى هنا في مصر من بره اللي ما يتكتبش ستات الحوامل، فهو تراتوجين. خدوا بالكم مش تراتوجينيك افكت، يعني هو احد سموم الحمل، يعني دواء مسمم للحمل، تمام؟ فبالتالي مش هينفع يتوصف في واحده حامل. ولذلك عامة في الفالبرويت في كل الجهات في العالم، قبل طبعا القرار بتاع يوكي اللي حصل الشهر اللي فات، كان كل الجهات في العالم بتعمل ريستريكشن جامد على وصف فالبرويت في الفيرتايل فيميل. وانه طبعا طبعا هو مش فيرست لاين طبعا، ولا في ابيليبسي ولا في ميجرين ولا في حاجه، لان طبعا اساس الفالبرويت ثلاث امراض، الابيليبسي والميجرين والبايبولر، تمام؟ فالموضوع يعني لو انت تتعامل مع الفيميل لازم تبقى حريص جدا وتاخد بالك من الكلام ده كله. فيبقى مشكله الفالبرويت حاجتين، ان هو البي سي او وان هو التراتوجين، ماشي؟ طبعا هتلقط البي سي او منين؟ اول ما يبتدي يحصل اوليجومينوريا، اول ما يبتدي يحصل ديسمينوريا، اول ما يبتدي يحصل امينوريا، لان كل ده على سبيكتر. ممكن اوليجومينوريا عدد الايام يقل، عدد الغيارات اللي بتغيرها تقل، ولازم تسال الدكتور، لازم يسال وياخد المعلومات دي. في حاجه اسمها منسترال هيستوري، بتيجي كام يوم، بتغيري كام مره في اليوم عشان تقدر تحدد الكميه. لان هي اول ما بتبتدي تقل ده الاوليجومينوريا، المره اللي بعدها تبقى امينوريا، لان عشان تقول امينوريا لازم يحصل ميسنج حوالي شهرين ثلاثه. الديسمينوريا تبتدي تزيد، يبتدي يحصل يبقى في ابدومينال بين. فكل دي من المشاكل اللي بتحصل مع البي سي او. فحتى لو ما بتديش الفالبرويت هيحصل مشاكل بسبب الويت جين او حاجه ثانيه. المهم يعني موضوع الفيميل بايبولر ده عايز تركيز جامد جدا جدا جدا. ماشي. الاوكيجنال يعني بتبقى دوما دوز ريليتد زي الديسارثريا والانكورديشن والديبلوبيا والنستجماس. كارير بقى ان يحصل هايبر سنسيتيفيتي سندروم، دي مع كل الانتي ليبتيك مع كل الانتي سيجر، دي سندروم خاصه بكل الانتي سيجر اسمها هايبر سنسيتيفيتي سندروم، دي موصوفه معاهم كلهم سواء المود ستابيلايزر او النون مود ستابيلايزر. بيبقى عباره عن فيفر راش، وممكن يحصل انترنال اوريجين فيلير او انفولفمنت، بيبقى فيه بتبقى كروس سنسيتيفيتي. دي اكتر مع الناس اللي هي فيها سوماتيك. شبه ايه في الانتي ديبريسنت؟ شبه الدريس، لو حد فاكر من ايام الدكتوره ايمان لما اتكلمنا على الدريس، دي شبه الدريس بالظبط، اللي بيحصل دراج ايربشنز مع مشاكل في السي بي سي اللي هي الايزينوفيليا. وبتبقى هي موجوده في الكربامازيبين، الاوكسيكربامازيبين، الفينيتوين، اللاموتروجين، والفالبرويت ستراكشر بيبقى ديفرنت، فبالتالي بيعتبر ان هو كونسيدر سيف شويه. المسكين مش عدى ولا بتاعه اللاموتروجين هنتكلم عنه تمام ماشي. لا لا عادي بس ده مهم طبعا. بالنسبه هيماتولوجيكال بلاقي الكربامازيبين ممكن يبقى فيه ترانزيانت ليكوبينيا بودي بنسبه 10%، لكن كبريزيستنت بتبقى 2%. اذا الكربامازيبين قريب شويه من حته الكلوزابين، يعني ممكن يدخل في الادرينوسايتوز، فالكربامازيبين داخل، وعشان كده الكربامازيبين كلوزابين ده باد كومبينيشن طبعا، ان انت بتدي دوايين بيعملوا بون مارو سبريشن. ماشي. اللاموتروجين بيبقى فيه النيتروبينيا، الفالبرويت بيبقى فيه ريفرسبل ثرومبوسيتوبينيا، ومي بي ريليتد للهاي بلازما ليفل. حضرتك بتتكلم عن الرش ولا كمان؟ ماشي نتكلم عن الرش استريحي. ثاني يعني اهم معلومه في اللاموتروجين موضوع الرش، والرش بتاعه على سبيكترم من اول الدراج رابشن العادي البناين
اللي بعد كده الإريثيما مالتي فورم، بعد كده ستيفن جونسون. طبعا ستيفن جونسون دخلنا في المرحلة الأخطر، بعد كده التين اللي هي التوكسيك إبيديرمال نيكروليسيس. من أول الدراج إرابشن لغاية التين الفرق بينهم في المساحة، الفرق بينهم في المساحة، وده بتروح تقروا الكلام بالتفصيل، وبالذات قيس المساحة بالإيد، يعني لأن الإيد بتاعت الإنسان اللي هي الرول أوف ناينز، تمام. فالدراج إرابشنز بيبقى صغير أقل من 10% وحاجات كده، لكن أول ما بتدي يطلع إريثيما مالتي فورم يبتدي يزيد المساحة، بعد كده ستيفن جونسون، وبعد كده التن اللي هو التوكسيك إبيديرمال نيكروليسيس. طيب يبقى إذن الدراج إرابشن أو الدراج راش اللي بيحصل مع اللاموترجين في منه جزء بناين وفي منه جزء مالجنت. إزاي تعرف اللي ده بناين أو مالجنت؟ لأن برضك اللاموترجين من الأدوية اللي ناس كتير بتخاف منها وبتبعد عنها، وطبعا يعني بيبتدي يروجولك الادويه الثانيه سيف وحلوه وبتصلي الفجر الصبح بدري، فانت تبتدي تكتبها وتبعد على الادويه الافيشنت. اللاموترجين ده فيري افيشنت، ده ديزيز موديفاينج، يقدر يكيب المرض ان ريميشن سنين، بس انت محتاج تستخدمه. طيب فاول حاجه خلينا نحل المشكله بتاعت الدراج ايربشنز دي على الدوتس موديل، وبعد كده نشوف شكلها. لو حسبناها على الدوتس موديل، هل الدراج إرابشن اللي بيحصل مع اللاموترجين دوز ريليتد ولا لا؟ لا للأسف مش دوز ريليتد. طيب هل هو تايم ريليتد ولا لا؟ آه طبعا هو تايم ريليتد، فعلا هو تايم ريليتد. وأغلب الدراج إرابشنز أو سواء مالجنانت أو بناين اللي بيحصل مع اللاموترجين بيحصل في أول شهرين، يعني بنسبة 80% في أول شهرين. ممكن يحصل بعد كده؟ ممكن، بس سرير. كان في حد حاطط حالة على الـ ATP بعد 6 شهور، فممكن، لكن 80% من الحالات في اول شهرين هيحصل. طب هل في سسبتابيليتي؟ اه بقى في سسبتابيليتي، ودي اللي لازم تتدرس وتتعرف كويس عشان نعملها. اول حاجه في السسبتابيليتي الرابيد تايتريشن اللي انت تطلع بسرعه، فعشان كده اللاموترجين لازم فيري سلو تايتريشن. الدراج ليبل بيقول لك كل اسبوعين، الخبرة وبعض الجايد لاينز الجديده بتقول لك اقل كمان، يعني ابطا كمان اسبوعين، انت تطلع كل 3 اسابيع لغاية 6 أسابيع كمان، يعني شهر شهر ونص، يعني الخطوة الواحدة تبقى بطيء جدا فيها. وده اللي بيخلي اللاموترجين مش من الأدوية الفعالة في الأكيوت. كلنا بنبتدي أكيوت بس مش مستنيين منه رجع دلوقتي، احنا مستنيين منه رجع قدام بعد 2-3 شهور. فيبقى أول حاجة الرابيد تايتريشن ده ريسك فاكتور. هتقول لي زي حالاتي، طب ما أنا اشتغلت مع دكاترة نيورو وبيهبدوا اللاموترجين كله في أسبوع، ربنا سترها، لأن هو في الآخر المالجنانت راش ده فيري رير، فلما هيحصل ما حدش هيسمع عليك، تمام. يبقى اول حاجه الرابيد تايتريشن، يبقى لازم فيري سلو تايتريشن. تاني حاجه لو في دراج انتر اكشنز، يعني المريض ده بياخد دواء تاني، وده اشهر مثال شفناه في المالجنانت دراج انتر اكشنز اللي بيحصل مع اللاموترجين، ان المريض كان بياخد فالبرويت، وغالبا من عياده تانية او من حته تانية. يكون المريض مثلا بياخد فالبرويت عشان ميجرين، بياخده عشان صرع، بياخده عشان مش عارف ايه، وانت ما خدتش بالك. فالدراج انتر اكشنز بالذات مع الفالبرويد بتعلي الدراج ايربشنز او المالجنت دراج ايربشن. ثالث حاجه في السسبتابيليتي الهيستوري اوف اتوبي. اي هيستوري اوف اتوبي؟ الهيستوري اوف اتوبي ده مهم جدا. الواحد عنده حساسيه لاي حاجه، للفاكهه، للساعه، للملابس، عنده ازمه، عنده الرجيك راينايتس، عنده درماتايتس، عنده سورايسيس، اي نوع من الاتوبي، اي نوع من الاتوبي بيجهز المريض ده لانه هو يبقى اتوبيك اول ما يخش على اللاموترجين. وعشان كده الدكتور نصير مره كان بيتكلم في كان في لجان الفورنسيك اللي في منطقه بوسطن على حالات ستيفن جونسون، فقال لك كل الحالات اللي جات لنا جالها ستيفن جونسون لان الدكتور ما كانش واخد الدراج الرجي هيستوري او الالرجي هيستوري، ما خدش الالرجي هيستوري. وطبعا اي شيت محترم في الدنيا ميديكال او سايكاتريك في سطر اهبل كده للالرج اللي انت تقول فيه حساسيه ولا لا، ان المريض ده عنده حساسيه لاي حاجه ولا لا، رغم ان هي حاجه هبله جدا بس ما خدهاش. لان المريض لو الرجيك لاي حاجه سهل يبقى الرجيك، لان هو اللاموترجين اتوبايزنج، يعني الاتوب بتاعه سريع جدا، بيشغل الاميون سيستم بسرعه، تمام. فدول الثلاثه سسبتابيليتي الاساسيين، اللي انت تطلع بسرعه، اللي انت يكون في دراج انتراكشن، انت مش واخد دراج او الرجي هيستوري كويس، فمعروف المريض الرجيك واول ما اديته اللاموترجين حصل الرجي. طيب الفرق بقى بين البيناين والماليجنانت راش، هنقول 3 حاجات اساسيين بس. الديستريبيوشن، فكل ما الديستريبيوشن كان اكبر
وترانكل اكتر يعني واخد الترانك سواء قدامه او ورا فده مالجننت. لكن لو كان في البريفري ده بناين يبقى اول حاجه الديستريبيوشن. تاني واحده الميوكوكوتينيوس، اي ميوكوكوتينيوس راش فهو مالجننت. يعني لو جاي على الليبس مثلا، لو جاي بيريينال، لو جاي في الاي، لو جاي مثلا في النوز، لو جاي في اليوريثرا، طبعا هتشوف هتلاقيه هو حاسس بهرش، وممكن هو يبتدي يقعد يفتش ويوريك، يوريك ان في اليوريثرا في راش. فاي ميوكوكوتينيوس راش ده مالجننت. النقطه الثالثه ان يكون في ساينز في السي بي سي اللي تلاقي فيه ليوكوسايتوزا او زينوفيليا. ولذلك اي مريض على لاموتريجين يحصل له راش اول حاجه تطلبها سي بي سي، وطبعا تفحص الراش وتشوفه الديستريبيوشن بتاعه فين وفي ميوكوكوتينيوس ولا اي واحده من الثلاثه دول معناه ده مالجننت راش. مالجننت راش ممكن يكون يا اما نيورو ستيفن جونسون يا اما التن، وطبعا الحاجتين دول للاسف الفيتاليتي بتاعتهم عاليه جدا فما تحاولش توصل ليهم يعني. فبالتالي لو انت هتوصف لاموتريجين لمريض لازم يكون واخد دراج هيستوري كويس، لازم تاخد الرجي هيستوري كويس، تطلع فيري سلو تايتريشن. انا شخصيا ماشي مع القاعده بتاعت خبره كتير كمان اللي انا بنصح الستات بالذات الستات ما يغيروش اي مستحضرات كوزمتيك في الشهرين دول. يعني الكريمات اللي متعوده عليها، الشامبوهات اللي متعوده عليها، الصابونه اللي متعوده، اي مستحضر بيتحط على الجلد في الفتره دي هي متعوده عليه ما تغيروش لغايه ما يعدي شهرين اربع شهور تغير براحتها، لان الجلد في الفتره بيبقى فيري اتوبيك، فسهل اول ما تيجي تجرب حاجه جديده يحصل لها اتوبي وتروح داخله في ستيفن جونسون. نفس القصه في جلسات الليزر، عشان انا واحد من الناس بكتب لاموتريجين كتير، وطبعا بيتكتب اكتر في الستات، فيجي الستات يسالوك انا رايح اعمل ليزر، لا ما تعمليش دلوقتي استني، لان لا الجلد في المرحله دي فيري اتوبيك، هيبقى داخل فيها بردك السان اكسبوجر، في المرحله دي بيبقى فوتو سنسيتيفيتي عاليه جدا. ففي اول شهرين انا بدي الناس التعليمات دي كلها في الاول، هيقول لي طب وعلينا بايه الغلب ده؟ علينا بايه اللي مفيش ادويه؟ انت لازم تعمل كوميونيكيشن كويس مع الناس، انا هجيب لكم ادويه منين؟ انا قلت لك من شويه ان التعامل مع فيميل باي بولر ده صعب جدا، فهي لو مش عاجبها اللاموتريجين هجيب لك دواء منين؟ تاخدي ايه؟ تاخدي الليثيوم؟ ويكون هي مش عايزه الليثيوم او المتابعات بتاعته او الحمل، طب هتاخده فالبرويت ويجي لها بي سي او؟ ولا تروح تاخدي بقى انسايكوتيك ويجي لها سكر وضغط وتتبهدل بقى ويقعدوا يقنعوها ان الانسايكوتيك ده مود ستابلايزر؟ لا، فانت هنا لازم الاول هتكومينيكيت احتياجنا للدواء ده ايه واهميه الدواء ده ايه والهيلث كير بتاعه ايه اللي هنشتغل عليه. ماشي، دي مشكله الراش مع اللاموتريجين، ان ليها سسبتابيليتي واضحه، ليها تايم ريليشن واضح، ملهاش دعوه بالدوز، ليها دعوه بالدراج انتر اكشن، محتاجه كير في اول شهرين بالذات. خلينا نفتحها شويه نقول من شهرين لاربع شهور بس، هم 80% من الحالات في اول شهرين فقط. واحنا بما اننا بنحتاجه كتير في الفيميلز، لان طبعا البايبولر 2 مثلا ديبريشن باي ديفينيشن هو اكتر في الفيميل، فعشان كده الحاجات دي هتفيدك كتير لما تكون عامل مع فيميل. ماشي، لو كنا نتكلم عن الديسكونتينويشن سندروم، هو المفترض ما فيش ايفيدنس ان في سايكولوجيكال او فيزيكال ديبندنس للانتي كونفالسنت. بيبقى فيه مايوكلونيك جيركس ودي بتبقى موجوده مع بعد التبرنج للكاربامازيبين والفالبرويت. في كيز ريبورت ان بحصل انهيدونيا وتريمور وهايبر هيدروزيس بعد الرابيد ديسكونتينويشن للاموتروجين. هو طبعا لو مريض اصلا بيتعالج لانه عنده سيجر ديس اوردر فالابربت ديسكونتينويشن هيعمل ريباوند او بيرفوك، وحتى لو ما عندوش يعني معندوش. لو حد وقف الانتي سيجر بسرعه سهل يخش في سيجر. نوع من الويدرول بتاع الدواء. في رير ريبورتس ان في سايكاتريك سيمتوم اون ويدرول انكلودنج سايكوزيس، وده يعني اكسسربيشن لسكيزوفرين. تمام، بيحصل ويدرول سندروم. بالنسبه للتوكسيك او التوكسيستي بتاعتها الكاربامازيبين، بيحصل لو البلازما ليفل بتاعه اباف 50 ملي مول. دي القاعده بتاعت الثمانيات، الليثيوم اراوند 0.8، الفالبرويت اراوند 80، الكاربامازيبين اراوند 8. ماشي، الشيلدرن بيبقوا اكتر ريسك اكتر عرضه للتوكسيستي عن اللور سيرم كونسنتريشن، وده نتيجه زياده البرودكشن اوف التوكسيك ايبوكسايد ميتابولايت. المينيمم بلازما او الماكسيمم بلازما كونسنتريشن ممكن يبقى ديليد اب تو 70 اور بعد الاوفر دوز، والانست ممكن تبدا من 1 الى 3 اور بعد الانجكشن. الساينز اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل بلود بريشر تشينجز، ممكن يحصل تايزنس، ممكن يحصل اي سي جي تشينجز وهكذا. مفيش ان نون انتي دوت للموضوع ده، وبعالج سيمتوماتيكلي.
بالنسبه للفيربويت ممكن بيبقى فيه سيفير دايزنس وحاجات من دي، ممكن يدخل فيه شالو بريثنج، ممكن يدخل في ابنيه وفي كوما، ممكن يحصل كمان سيجرز وسيربرال ايديما. فالكويت خوفك الليفر انجري تمام. طيب الايفيدنت بيبقى 2 الى 3 دايز بعد الاوفر دوز، وممكن لاست 15 داي. خلاص هيماتولوجيكال والكتروكو متقلب وكلام من ده. لازم موجود في المستشفى. هو المفترض ان الاوفر دوز ممكن تعمل هارت بلوك وكوما وديث، بس بيقولوا ان النالوكزون مي ريفرز السي ان اس ديبريشن افكت اند مي اولسو ريفرز الانتي ايبليبتيك افكت. كلام صحيح. ولو شفت حالات فالبرويد توكسيستي كل الدكاتره بيدوا النالوكزون في الطوارئ. انا حصل معايا مرتين فالبرويد توكسيستي، بس الحمد لله ربنا كان رازقني بدكاتره الطوارئ فاهمين وفعلا ادوا له النالوكزون على طول. تمام، لان هو في الجايد لاينز عندهم في علاج التوكسيستي بتاعت الفالبرويد. بعد كده بيبقى يا اما سبورتيف تريتمنت يا اما في الهيمو داياليسيس. في السبورتيف تريتمنت شايفين ال كارنتين ماشي، ال كارنتين بيحتاجوا لمده شهرين ماشي. اللاموتروجين هو المفترض ملوش اندي دوت، والاوفر دوز ممكن تعمل التاكسيا ودلاريوم وسيجرز وتاثر على الكوندكشن بتاع الهارد، ممكن تعمل كوما. السنه اللي فاتت عشان حصل كده تغيير الكتاب ده ما جابوش، الاف دي اي نزلت وورنينج على اللاموتروجين اللي هو بيعمل وايدنينج للكيو ار اس كومبلكس، وبالتالي ما يستخدمش في المرضى اللي عندهم اريثميا. فحاليا بقى في كونسيرن على اللاموتروجين في حته الكارديا، بس لو دخلت في تفاصيل الورنينج ده والفحص بتاع الموضوع ده هتكتشف اللي هو فاتشر. بس المهم اللي خليكم عارفين ان الاف دي اي بتقول الكلام ده، بس التفاصيل مش علميه قوي، لان التفاصيل اللي هم جايبين الكلام ده من انيمال موديل، مفيش اي هيومن داتا على الموضوع، مفيش اي هيومن داتا للاموتروجين بيعمل مشاكل في كيو ار اس كومبلكس او بيعمل ديسريثمي او كده. بس يعني عشان تبقى ماشي مع الجو والعلم، طبعا بما ان في قرار من الاف دي اي فهيتبعوا هيئات بالهبل تنفذ الكلام ده، بالذات في مثلا في الدول زي الخليج كلها بتقلد الاف دي اي، فانت لو شغال هناك هتبقى تحت المساءله اللي انت لو اديت اللاموتروجين في عين كارديك، فلازم تبقى واخد بالك، يبقى على الاقل عامل اي سي جي متاكد عنده مش اريثمي او كده. بالنسبة للكونسيدريشن بقى، لو جينا نتكلم عن الجرياتريك بنقول ان ابدأ سلو، وحتى لما برفع مور جراديوال يعني، وعشان نخلي بالي لو الاولد ايج ده عنده ايه ليفر ديزيز. خلاص ما اتكلمناش على التيتريشن تفاصيل، دي معلومات هتلاقوها في اي حتة موجودة في الدراج ليبل، موجودة في الكتاب ده في غيره، موضوع الدوز كل ده كلام سهل، احنا بنشرح لكم الحاجات الاساسية اللي محتاجة تركيز. لكن مثلا ده زي اللاموتريجين عشان توصل مثلا لجرعة 200 عايز لك شهرين، مثلا الفالبرويت بتعلي الجرعه مثلا كل 3 ايام او 5 ايام، الكاربامازيبين نفس الشيء ممكن تعلي كل اسبوع ولا حاجه. وتعرف بقى الموضوع الليفل، ان برضك موضوع الليفل هنا اضعف شويه من الليثيوم، هنا الليفل بيستخدم اكتر عشان تبقى انت تافويد التوكسيستي، لكن مش بيصور لك الثيرابيوتيك افشنسي. تمام، بخلي بالي ان هو ممكن الادويه دي ممكن تعمل كونفيوجن، وممكن تعمل اتاكسيا، وممكن تعمل كوجنيتيف امبيرمنت، فبالتالي ممكن المريض بتاعه يقع وممكن يحصل له هيب فراكشر، وده حاجه كومون يعني في الاولد ايج. بيقولوا ان هو في الفيميل الريسك بتزيد بحوالي 29% اوفر 5 ييرز، اللي هم الستات اللي فوق ال 65 سنه او 65 فما فوق. عموما مش من الادويه المحفزه في الاولد ايج عشان موضوع الكوجنيتيف امبيرمنت، بيعمل كوجنيتيف امبيرمنت عنيف جدا. بخلي بالي من الادفيرز افكت ومن بوتنشال فور دراج انتر اكشن، وخصوصا لو انا كومباينيشن مع دراج ثانيه، سواء دراج سي ان اس او ليها سي ان اس بروبريتيز او انتي كولينرجيك بروبريتيز. خلاص عشان الاديتيف افكت ده ممكن يعمل لي الكونفيوجن وديس اورينتيشن وديلري. في الديمنشيا في 3 راندمايز كنترول ستاديز قالت ان الكاربامازيبين كويس بالنسبه للاجريشن والهوستيليتي، لكن في 5 راندمايز كنترول ستادي قالت ان الفالبرويت ما هوش افكت في النقطه دي. فطبعا يعني الموضوع ميكست يعني. حتى الكاربامازيبين في المسنين انت بتخاف من قصه الاس اي دي اتش وهتيجي تحت، وطبعا قصه الاي دي اس دي اكتر مع الاوكس كاربامازيبين يعني هي مضاعفه، فهو لذلك الاوكس كاربامازيبين نوت سيف اصلا زي ما الناس بتروج له، هو نوت سيف لان الهايبوناتريميك باور بتاعته اعلى بكتير من بالنسبه
الله.